قتل محمد بن حميد الطوسي الطائي قائد الجيش والرجل المهاب، فقال أبو تمام في رثائه: عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحرة ليس له عمر. كيف قتل القائد محمد؟ وما القصة وراء القصيدة؟ تعالوا لنعرف معا. تعود جذور حركات التمرد الخرمية إلى بدايات العصر العباسي منذ عهد أبي جعفر المنصور، والتي كان نطاق نشاطها في منطقة الجبال في همذان في إيران وما فوقها حتى أذربيجان وأرمينيا وجنوب القوقاز. لكنها اشتدت وقوي عودها في عهد المأمون سابع خلفاء بني العباس مع تسلم بابك الخرمي زمام التمرد بعد موت زعيمها جاوذان الذي قرب بابك وأعلى شأنه. استغل بابك الخرمي صعوبة الجغرافيا في المنطقة، فتحصن فيها وبنى القلاع وأغار على حصون العباسيين وقطع طرق إمدادهم، وتوسع نطاق سيطرته أكثر. في إحدى محاولات المأمون لنزع القوة من الخرمية والقضاء على تمردها، عين زريق بن علي بن صدقة الأزدي على أذربيجان لقتال بابك، فأرسل جيشاً هزم أمام جيش الخرمية فعزله المأمون، فثار عليه وسيطر على الجبال بين أذربيجان والموصل. فأرسل المأمون محمداً بن حميد الطوسي الطائي قائداً للجيش لقتال زريق في الموصل وبابك في أرض القوقاز. سار الطوسي على رأس الجيش ويرافقه محمد بن السيد، فبلغ الخبر زريقاً الذي سير قوة كان على رأسها حيث التقوا في منطقة الزاب. أرسل ابن حميد إلى زريق أن يسلم فيسلم، فرفض زريق العرض وقرر القتال والتقى الجمعان. قاتل محمد بن السيد زريقا فغلبه، وانسحب زريق وجماعته، ثم راسل الطوسي يطلب الأمان فأعطاه، فنزل زريق إليه فسيره الطوسي إلى المأمون، وولى محمد بن السيد على الموصل وتابع إلى القوقاز لملاقاة بابك الخرمي. وكان محمد بن حميد في طريقه إلى أرض القوقاز يترك خلفه نقاط حراسة عليها بعض الجند، حتى وصل إلى باهشادستر، حيث قام بحفر خندق هناك واستشار القادة في خطة الدخول إلى مناطق تحصن بابك، فأشاروا بأن يدخل من منطقة لن تكون بحسبان الخرميين فقبل، وقام بتوزيع الجيش في قلب وميمنة وميسرة، وعين على كل مجموعة قائدا فيما بقي هو في الخلف يوجه الجيش. إلا أن بابك كان قد كمن لهم على رأس جبل يشرف على الجند، وما إن صعد المقاتلون مقدارا حتى بدأ الخرميون بتنفيذ الكمين ما زعزع صفوف المقاتلين، وهرب الجزء الأكبر منهم فيما صمد محمد بن حميد ومعه مجموعة صغيرة. وبينما هو يحاول أن يجمع شتات الهاربين، رأى مجموعة من الخرميين مجتمعين على عدد من الجنود يقتلونهم، فتوجه نحوهم بحصانه. ولما رأى الخرميون ما يبدو على الفارس من حسن وهيبة، عرفوا أنه ذو مكانة فهاجموه، وقاتلهم ابن حميد وحده. وحين عجزوا عن إسقاطه عن الحصان قاموا بضرب الحصان، فوقع على الأرض كل من الحصان والفارس، وانهال عليه الخرميون بالضرب حتى قتل. حين وصل خبر مقتل محمد بن حميد إلى المأمون كان فاجعة كبيرة، ليس لفشل المحاولة وحسب، وإنما لخسارة قائد كمحمد. فسير جيشاً آخر لقتال بابك الخرمي، لكنه قضى أجله قبل أن تأتي الأخبار، ولم يتمكن العباسيون من القضاء على البابكية إلا في عهد المعتصم على يد قائد جيشه الأفشين، وهذا له قصة أخرى. بعد مجيء خبر مقتل محمد بن حميد الطوسي رثاه شعراء كثر، لكن القصيدة الأجمل كانت قصيدة أشعر العرب
حبيب بن أوس الطائي المعروف بأبي تمام، وقد قال فيها: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قل ماله، وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر. وما كان يدري مجتدي جود كفه، إذا ما استهلت أنه خلق العسر. ألا في سبيل الله من عطلت له، فجاج سبيل الله وانثغر الثغر. فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. فتى مات بين الضرب والطعن ميتة، تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه القنا السمر. وقد كان فوت الموت سهلا فرده، إليه الحفاظ المر والخلق الوعر. ونفس تعافى العار حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر. فأثبت في مستنقع الموت رجله، وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. غدا غدوة والحمد نسج ردائه، فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. يعزون عن ثاو تعزى به العلا، ويبكي عليه الجود والبأس والشعر. وأنى لهم صبر عليه وقد مضى إلى الموت حتى استشهدا هو والصبر. فتى كان عذب الروح لا من غضاضة، ولكن كبرا أن يقال به كبر. فتى سلبته الخيل وهو حما لها، وبزته نار الحرب وهو لها جمر. وقد كانت البيض المآثير في الوغى بواترا، فهي الآن من بعده بتر. أمن بعد طي الحادثات محمدا يكون لأثواب الندى أبدا نشر. إذا شجرات العرف جدت أصولها، ففي أي فرع يوجد الورق النضر؟ لئن أبغض الدهر الخؤون لفقده، لعهدي به ممن يحب له الدهر. لئن غدرت في الروع أيامه به، لما زالت الأيام شيمتها الغدر. لئن ألبست فيه المصيبة طيئ، لما عريت منها تميم ولا بكر. كذلك ما ننفك نفقد هالكا، يشاركنا في فقده البدو والحضر. سقى الغيث غيثا وارت الأرض شخصه، وإن لم يكن فيه سحاب ولا قطر. وكيف احتمالي للسحاب صنيعة بإسقائها قبرا وفي لحده البحر؟ مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى، ويغمر صرف الدهر نائله الغمر. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر.